ذكرت منظمة الصحة العالمية أنه تم اختيار 3 دول أفريقية لاختبار أول لقاح للملاريا في العالم، وستبدأ دول غانا وكينيا وملاوي اختبار اللقاح بالحقن مع أطفال صغار العام المقبل. وقالت المنظمة إن اللقاح لديه القدرة على إنقاذ 10,000 من الأشخاص إذا ما استخدم مع الإجراءات الحالية. وتصيب الملاريا المنقولة بالبعوض أكثر من 200 مليون شخص في جميع أنحاء العالم كل عام، وتقتل حوالي 500,000 شخص معظمهم من الأطفال في أفريقيا.